أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية 3 ابتدائي، الفصل الدراسي 2، المادة لغة الجميلة. موضوع الدرس تدريبات على الوحدة 5، مكارم الأخلاق، نص الاستماع، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً الإنصات والتفاعل، ثانياً الاستماع باحترام للرأي الآخر، ثالثاً إبراز وجهة النظر وعرض حلول مناسبة. فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، ما الصفة التي اتصف بها أنس ابن مالك رضي الله عنه؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. كتمان السر، أحسنتم، إجابة رائعة. ما المقصود بكتمان السر؟ ما الإجابة؟ ما يكتمه الإنسان في نفسه، أحسنتم. عزيزي الطالب، أكون أسئلة للإجابات التالية باستخدام كيف ولماذا. أكون أسئلة للإجابات التالية باستخدام كيف ولماذا. الإجابة: غضبت سارة من أحلام لأنها أذاعت السر. ما السؤال المناسب باستخدام كيف ولماذا؟ نفكر قليلا. لماذا غضبت سارة من أحلام؟ أحسنتم. أكون أسئلة للإجابات التالية باستخدام كيف ولماذا؟ الإجابة: لم يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أمه بحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حافظ للسر. ما السؤال المناسب باستخدام كيف ولماذا؟ ما الإجابة؟ لماذا لم يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أمه بحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم. أكون أسئلة للإجابات التالية باستخدام كيف ولماذا؟ الإجابة: نكسب محبة الناس وثقتهم بحفظ أسرارهم. ما السؤال المناسب باستخدام كيف ولماذا؟ كيف نكسب محبة الناس وثقتهم؟ أحسنتم. ما الصفة الإيجابية الواردة في الحديث الشريف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الخيار الأول الأمانة، الخيار الثاني الصدق. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. الصدق، أحسنتم.
ما المقصود بالصدق؟ هو الخبر عن الشيء على ما هو به. إجابة رائعة، أحسنتم. ما الصفة الإيجابية الواردة في الآية الكريمة؟ قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الخيار الأول الكرم، الخيار الثاني الأمانة. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. الأمانة، أحسنتم. ما المقصود بالأمانة؟ ما المقصود بالأمانة؟ كل حق لزمك أداؤه، أحسنتم. إجابة رائعة. هيا بنا نستمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أكمل الجملة بالصفات المناسبة لشخصيات القصة. الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه يتصف بي. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. كتمان السر، أحسنتم. ما المقصود بكتمان السر؟ ما يكتمه الإنسان في نفسه، أحسنتم. أكمل الجملة بالصفات المناسبة لشخصيات القصة. الأم تتصف ب. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. النصح، أحسنتم. ما المقصود بالنصح؟ ما الإجابة؟ إرادة الخير للمنصوح، رائع. أكمل الجملة بالصفات المناسبة لشخصيات القصة. أحلام تتصف ب. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الأخذ بالنصيحة، أي القبول بها، أحسنتم. أختار الإجابة الصحيحة، قصة الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت في الزمن، الخيار الأول الماضي، الخيار الثاني الحاضر. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الماضي، أحسنتم. أختار الإجابة الصحيحة، قصة الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، أحداثها خيالية واقعية. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. واقعية، أحسنتم، أي حدثت بالفعل. أختار الإجابة الصحيحة، قصة الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، احتوت نهايتها، الخيار الأول نصحا، الخيار الثاني توبيخا. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. نصحا، أحسنتم. ما المراد بالنصح؟ إرادة الخير للمنصوح، أحسنتم. أذكر موقفا حسنا حدث لي أو سمعته أو قرأت عنه.
هيا بنا نستمع. أدي الأمانة أديها، لا تستهن أبدا فيها، إن الأمانة قد عرضت على السماوات على الأرض، إن الأمانة قد عرضت على السماوات على الأرض، فأبين أن يحملنها. أدي الأمانة أديها، لا تستهن أبدا فيها، إن الأمانة إن تصان أبشر بمرضاة الرحمن، إن الأمانة إن تصان أبشر بمرضاة الرحمن. شتنا ما بين أمين وبين خوان شتى. أدي الأمانة أديها، لا تستهن أبدا فيها، إن الأمانة قد عرضت على السماوات على الأرض، فأبين أن يحملنها. أدي الأمانة أديها، لا تستهن أبدا فيها، صن الأمانة واتقي، من يوم الحشر ستلتقي، صن الأمانة واتقي، من يوم الحشر ستلتقي، من صنها يبشر بالخير إلى المعالي يرتقي. أدي الأمانة أديها، لا تستهن أبدا فيها، إن الأمانة قد عرضت على السماوات على الأرض، فأبين أن يحملنها. أدي الأمانة أديها. أضع علامة صح أمام السلوك الإيجابي فيما يلي: الخيار الأول النظافة، الخيار الثاني الكذب. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. النظافة، أحسنتم. ما المقصود بالنظافة؟ سلوك المسلك الصحي، والنظافة تشمل نظافة البدن والبيئة. أحسنتم. أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة فيما يلي: ما اسم الصحابي الذي حكت الأم قصته؟ الخيار الأول الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، الخيار الثاني الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. أحسنتم، الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه. تعلمنا اليوم من مكارم الأخلاق كتمان السر، ما يكتمه الإنسان في نفسه. ثانيا الصدق، هو الخبر عن الشيء على ما هو به. ثالثا الأمانة، كل حق لزمك أداؤه. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.